أرامم 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 سرومم نردا يرين برلن صلى سليجين درمان دنسا أرامم سليبين ولا كلمة صح، ولا كلمة يا صح، آخر بس ثواني يا آخر ثواني يا بس ترى ما مشى. أس أس يا أس 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 يا آخر أس ثواني أس يا شام تعمل يا أس أس أرحب يا شدوا عيال تكبيس تكبيس الوفا كل البشر غدرتني مو بس الفلوس الرزق يا رب حب ارزقني وعن الجروح اللي مشت جازيني ويعوضني وما يعوفني مثل ذي كل البشر عافتني وما يأذي اللي يحب ما يجرح ويتركني وبعمري ما مذي بشر بس البشر قدرتني ما يعوفني يا ربي ما حد سند ما يعوفني وما يبتعد وروحي يا كأبتنا يا خي كأبتن للداعمين كأبتن خلاص صعدني مي نزلني ومي عوفني يا ربي محتاج الصدق ليش الخلق كذاب والمشتري ومرضوح الحكم الأول يا آخر الثواني آخر الثواني آخر الثواني آخر الثواني آخر الثواني آخر الثواني كما أنت مكتئب بروب أنت مكتئب جاي تكأبنا إيه ومنفذ شو هالحكيم هيدا شو عطيك هيدا الحكيم قالك افتح لايف وكئب العالم والله ما قال لي كده بس انا طيب يلا اعطيني احكامك نفذ يا عمري ما في احكام ما شاء الله صوتك الله يحمي لك اياه ويحفظه مو على كيفك ما في احكام ترى بلعب معك بحكمك انا تو تو شالوا مني القيد ما نفسك والله ترى احكام صلخه انا احتمال خليك تروح غني لي شي لقطر ما يا اخي حسين ما بقطر ما عندهم اغاني حزينه عندهم طب ما ضروري حزينه ليش بدك تحزننا يا خيي ولك انا ما انا مجروح 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 مع نفسك انت لوحدك جاي تجرحنا كلنا سوا غني لنا شيء حلو يلا لقطر انا مجروح يقول لنا تن 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 انت اول حبيب وانت اخر حبيب ما ظل لو تغيب عيني بعدك تنام هذا آخر كلام بالعشق والغرام والله بعد عيونك على الدنيا السلام والله بعد عيونك على الدنيا السلام هذا آخر كلام بالعشق والغرام والله بعد عيوننا عيني تبعد سلام يبغالي رجيلة تفاحتين نخلة 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 يا ويلي صرت بحبك نخلتين يا ويلي نخلتين
وعلي 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 نخنتين. لا يسكروا الدبل. مون يا مون الدبل يا ارحبي. الدبل الدبل يا اخوان الفو 300 وعلي وعلي الضيم مكتوب بجت عيني يا محبوب. يا عمري شوي يا شوي بعد محبوب. شوي شوي يا كلياتنا بدون دبل. يلا استعدي للجولة التاريخية. عيال تكبيس اللي مكبس في المربع. ايه هيدي قطر غنية قطرية هيدي اللي غنيتها؟ ايه قطرية قطرية حزينة يعني. والله يا اس اس هيدي غنية قطرية ولا عم بكذب؟ ليك غني لي من هو شو ميلا شو ميلا شو ميلا شو ميلا من هو حشم. لا ميلا شو ميلا يا راعي الحالة شو ميلا. يلا مرة يلا صح. ما بتعرفها؟ استعد للجولة. Better days. يا يعني نبغى الجولة. ها الجولة شدوا يد بيد اللي ما كبس كبس في المربع. قوم تعاملوا وما دلوا تعاونوا. عادي اسألك سؤال. ايش سيارتك انتي؟ شو هالسؤال هيدا بنص الجولة؟ بس ايش تبي من سيارتي؟ تويوتا اسمها تويوتا. اسمها تويوتا. تويوتا انتو بتقولوها تويوتا. يعني مين يلكن اسمها تويوتا؟ كل ما بطلع مع حدا بقلي تويوتا. اسمها تويوتا. شنو التويوتا؟ تويوتا. لا مش تويوتا. 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 اي متجعاي والله. اسمها التيوتا. تويوتا. 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 تويوتا شنو هيليكس غمرتين دبلة ولا ايش؟ ايه؟ اقول هيليكس مدبلة. مين؟ هيليكس مدبلة ديزل ولا شنو؟ مين؟ شو عم بيقول؟ تويوتا ايش نوع التويوتا اللي معي؟ ايش نوع التويوتا؟ كوريلا؟ تريلا. تريلا. يا عيال تبوا يحفلوني. عيال اخر الثواني اخر الثواني اخر الثواني. برو اخواني برو. ثانك يو. اس مع نفسك يا عرام. مع نفسك. يس يا مخفي. جحفل ليه عم بتجحفل؟ ليه عم بتجحفل؟ ليه جولتين الجحفلة؟ انت اللي جحفلتي. جحفلة جولتين. انت اللي جحفلتي. يا حبيبي يا بعدي يا مخفي. والله عشت يا عيال. شكر كبير والله مخفي. عيال مخفي وقلوب. شكرا والله يا مخفي. شكرا. اقول استعد للاحكام وعص الصدام وعص الصدام لان اراك شيء. عص الصدام. ايه وجعي. ايه عص الصدام. ايه طيب شو ما شمشون ويلكم. شو الاسم هذا يا شمشون؟ طيب استعد للاحكام يا عيال مخفي وقلوب وتكبيس في المربع. تكبيس. خلوا التكبيس يدخل في اذنها. تكبيس في اذنها اليمنى. والله لخلي السكور يدخل بخشمك مش باذنك. بخشمك حيدخل. جايز كبسوا فرجوا تكبيسنا. جايز فرجوا التكبيس وين حيدخل لعنا نحن. فرجوا جايز كبسوا. كبسوا يا حلوين كبسوا. يقول على هاي الحالة تعشق له لالة. وعلى هاي الحالة تعشق له لالة. بي مكفيني لوعات سنيني. بي مكبيني لوعات سنيني.
بي الهم البي يا ملا انت جفانا الله الله شوف شلوني يا طيور مر بي شوف شلوني الا الجرح لاحبابك ما حصلت بغيابك الا الجرح لاحبابك يا طيور مر بي شوف شلوني يلا استعد الاحكام يا تكبير شو احكامك شو احكامك الحكم الاول تكسر الشيشه باكملها تاني الحكم الثاني انتوا كلكم مع الشيشه ايه الحكم الثاني بتغطي شعرك في المويه عشان يطلع مقرقش كذا تعبان تالت الحكم الثالث يا طول عمرك تغطين حاجة فوقها الحكم مين؟ الثالث الحكم الثالث بتشربي 2 موكا بارد مع بعض جوز بسرعه بدي اشرب شو بدي اشرب 2 موكا بارد مين هيدا مشروب اسمه موكا بارد بارد موكا ما في من وين بدي اجيب لك موكا انت في لاونج اكيد عندهم موكا بارد انا وين لاونج لاونج لا مسكر اللاونج طيب اي شيء ام ثانك يو خلص انا ما حكمتك اعطيتك تغني دبل 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 يا وزير انزلي دبل بس تقوي علي يوم كان عندي تحضير ها بس تقوي علي ها انا اوريك ولا لا اخذتك خلص ولا لا اخذتك خلص جايز اوكي هلا هو كان بعده فيك دبل 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 كمان برو هلا بنلعب معه هلا بنلعب معه ليزن جايز الدبل مع بعض جايز مع بعض دبل دبل يا عيال في الدبل افرقوا مع بعض شفت انت ربحت علي جحفلي لو لعبت تناخة ما بتربح ما بتشم شم للجولة وينهم اللي عندك ايه هربوا صح طبعا طبعا بدهم يهربوا طبعا هربوا انا ما هربت قرب خطك استعد للجولة هاي جحفل والله قلبي حس انه حيجحفله جايز حيجحفله جيتك جيت الولد خليكي طيبة صار سنين جيتك جيت جيتك جيت الولهان صار سنين ما شايف حبيب ويحسب ايام يا مولا رضا 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 فزنا جولة وفزت جولة ألف مبروك عليك وألف مبروك علينا في جولة فاصلة هي اللي راح تفرق وهي اللي راح تقسم ما بيني وبينك ويقولون المثال قدم الغشيم والحقة شو يعني؟ يعني قدم الغشيم والحقة ليك شو خلص صرنا الصلح أنا وياك ما في لا أنا بحكمك لا 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 خايفة مني لا ما أرضى يا أني أحكمك أنك تلعبين جولة فاصلة أحكم
هتنفذ احكام سلخ، ما حقلك غني. انفذ احكام سلخ. نعم ليش؟ طيب. انا كبرك العب في الاحكام. تعالي تكبيس يا عيال، ابغى التكبيس في اذنها. تعرفوا وين؟ في اذنها داخلي. خشمك حيدخل التكبيس. انعلي انتم. تبعت لك فقه. اي والله يا وجه الخرطوم، يا وجه الفيل، وجهك. والله قلت لكم انا اليوم ما بدي اعمل مشاكل، بس يا وجه الخرطوم بس. ولكنك بغبغاء بلدي، توكلي بس. ايه سليمة تسكك. اسمع اغنية، اسمع. جايز كبسوا، جايز كبسوا، كبسوا على وجهي، جعل ما حدا يكبس على وجهي غيركن. كبسوا كبسوا على وجهي، يا روح على امكن. كبسوا على وجهي، جايز كبسوا على وجهي. اوكي عندك حدا. يكقب لي ايه هون؟ شو هالاغاني هون؟ من وين عم يجيبون هالاغاني؟ مع نفسك ورد الحقيقين. جايز ورد، دبل 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 دبل، خلو يتمت لها ما يتنتهوا في ورد. ورد يا عمري انتو كبوا حالكم بنات، يا بنات كبوا حالكم بنات. عندك برج الجنة انا جعلني مدخلة منكم. ورود يا عيال، يا عمري انا، يا عمري تقبروا قلبي، تقبروا لقلبي. فدي بالعيال، ها ربع التعاون وما دلوا. فدي بالربع التعاون وما دلوا. دبل شيخ الجماع طيبه وزود على الطيبه. دبل 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 دبل، شغلوا صوتكم، ايديكم ايديكم يا عيال. ربعي يا ربعي، ايديكم. وين اسود النظاريه اللي تاكل ولا تهاب؟ عند جوا برج الجناح. ابى خليها تحكمني دقيقه. ارحبوا. السلام عليكم. ارحبوا. السلام عليكم. انطم. ايش اللي انطم؟ انا كويت. يا برنامج تقول انطم انطم يعني... انف اسري. انا اوريك قفاز يا عيال. انا احترمك يا عيال، يا عيال، يا عيال. يقولون مثل، يقولون مثل اضرب ولا تبالي وخشمك عالي. اي صح، إيه اضرب ولا تبالي وخشمك فوق المرتفع عالي. اخ وين خير الاطراف اللي يقفلهم؟ ترى جوله فاصله يا اخوان. وين الذيابه؟ وين ربعنا اللي كانت تضرب ولا تبالي؟ تخلوني كذا واحد، ترى والله لو شافوا واحد يضرب ضربه كل اخوان يضربون، بس هم انا ما ودهم واحد يضرب بس. اس اس ثانك يو، الله يسعدكم. بدي اخذ الدعمين بليز. كذا مبروك هيك فوز. اول حكم تفضلي. اول حكم شو بدي احكمك؟ اكل جلدي كل مع بعض. شو
اكل زيت زيتون مع مربى. شطه. ليك شو بتعمل؟ شطه ما اقدر. شوفي الشرب شيء ان كان ما اقدر شيء يشرب معجون اسنان. معجون اسنان ليك شو بتعمل فيهم؟ بتحطهم بمناخيرك كل ما بتحط تعمل هيك ترجع بتحط ترجع بتحط. اكمل ثانية. ضغط كم؟ يحلق شنبه؟ لا حرام. عيبت العيب اكيد غلطان علي بي. انا غلطان ضغط غلطان يا عمي مع نفسك. اني قالوا لي هيك قولي له ليش عيب. انت ايش يقولوا؟ انت هذا ايش؟ يا لميا شفيك يا لميا شفيتش؟ قلة ادب. تفضلي. ايش بعد؟ شفيتش لميا شفيتش اصحي خلاص سامحناها اللي بعده. ضغط 50 مرة خلص. خمسين جون سينا. انا جون سينا خلص. ليك عملنا ضغط على قد صحتك. قد ايه صحتك بتقبل تخليك تعمل عمول؟ تمام بس مش اقل من 10. اوكي يعني 11. شو عم تعمل؟ بس اقعد 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 تعا اقعد. ليش هالقد ضعيف انت؟ ما بتاكل؟ ما باكل يا عمري. جا اقعد غني خليك عم بتغني. شو بيك انت عن جد طلعت مكتئب مزبوط؟ ليش هالقد ضعيف؟ اجريك مش مبينين. شو هذا اللي اجى على وجهك؟ ليش؟ شي هيك مثل جود شفتوه؟ كيف هول عم تعملون؟ طيب غني غني لي شو ميلا. ما اعرفها شو ميلا ما اعرف. طيب غني لي غني لي شي حلو. كل ما جيت على بالك ولا وحشت يممتع ويد بال فذ كلمتك تترجى من واحد بدا يحضن خياله. يلا باي انا زعلت. ما هذا ليش بيحكي كلمة وبيوقف؟ ولك صوتك لا ترفع علي. أنا يا عمي أنا سكوري عالي. أنت ليش منك محترم سكوري؟ الناس معقولة غني لي معقولة معقولة بدون معقولة معش توقف بدون كلمتين لولي بس ما أصدق لحاتي القالوا لي غشيم شقتني دريت وجهك مشيت بعدني ما طحيت. يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا طيرش ما طريت مصيرك هم تريد ما قوله. ليش بتنزعبي ليش؟ كفي يا عمي كفي. ليش بتوقف؟ انت تقول لي كفي يعني خلاص وقف كفايه. كفي كفي يعني معقوله كفي. ايش فيك؟ بس لك سؤال يا رينيا. باي. تبون مقلب شكلكم صح؟ وي يا رب. يقول اشتقل للناس اذا سألوك عني شنو عذرك اذا عرفوا بعتني
اشتقت لهم عافني لو انا عفته خسر هو تقلهم لو خسر ما غلطان انا وياك مرتاح حسبت الله تعبي عوض الراح مع كل الاسف خيب الظن ظني مع كل الاسف خيب الظن خلي بكم مقلب دادوا برق الجناح يا اخوان بالله شير تكبيس حنا نبغى نشوف لكم شخص مناسب للامانه يعني هذه نوال يمين انا ضايفه نوالي نوالي مين نوالي عذبتني سال قلبي أحبك لا تخليني زين نازل قطار شو نازل هاي ديرتنا والله يا إخوان يعني مين منكم قد إيش اسمه لا لا خلاص أودي أتكلم قدام عندك حنجرة ذهبية ربنا يحفظك الله يسلمك يا طول عمرك شفت هذا مصيرك يمي جن الطاريهم عف الطاريهم ولكم يا طه مرحب مرحب يا كيلان شفت منك قهرهم راحت لي صوت راح لي هاي هلا شيك كيفك سعود الحمد لله كيفك انتي تمام الحمد لله سوري والله لا بس فجأت يعني كيفك كيف يعني ليش تفاجأتي بس تابعك يعني كذا فاهم والله راح اسمع فيك مصطلحات يا ربي يعني انت لازم ابان ثقيله اوكي ترى بقول لكم الحين ترى مقطعك بينتشر في اليوتيوب الانستغرام فيسبوك او اذا ترى شيء ما يرضيك اطلع تنزح صح والله العظيم تمام خليني اهيئ نفسي يلا صور صوروا فيديو تقصد اوكي تسلم كيفك سعيد معك سعود بن خميس كيف حالك ادري ترى غني عن التعريف ما في داعي طيب ايش محتواي؟ محتواك بلايفات صح أيوة. والله لا ما اكذب ترى اشوفك طيب. كثير انا بس أنا... بتكذبني يعني خلاص لا 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 ما انا لا انا نازله لا ما يرضيني يلا ما اسكت لا 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 انزل شو كيفك سعود انا قلت صوت لاعبين وقلت صوت ميسي هو يسولف وقلت لك صوت مبابي هو يشوت كورة إذا تبين صوت أقلد لك أي صوت إنسان مخلوق في الدنيا ما شاء الله طيب أنت إيش تعرف قلد لي أي شيء يلا المهم أحكي أبي قلت لك صوت نانسي عجرم هي تسولف really you can لا لا صوت نانسي عجرم هي تسولف يلا انت وين وحشتيني اشتقت لك تبعتي لك حمه واو سعود تهبل تخبل يما قلبت كل شيء الا ننسى يما يزيدك يما تخبل لا 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 كارثه كارثه اني ليه نون انت ما سالتي طب ايش اسمي انا من وين كذا اسمي يعني. وين صابرينا من الجزائر صابرينا من الجزائر انا تابعتك على فكره واو
لا تقول وش الله صابرين من الجزائر. طيب بقلد لك صوت ميسي هو يسولف. ما ادري والله عن صوت ميسي. يا يلا طيب قلد بشوف. كوبريتا ورتكو. لا يا سيد لا والله ما حبيت، كارثة صوتك ما شاء الله. ايش لا 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 مرة حبيت عذبنا لبعاد. فينا نلعب جولة؟ نار القلب زاد، لو تلحق علينا لنصبح رماد. من غبت عني الهم كتلني، وينك تعال بتعذب الفرقة، مشتاق للملقى والبعض طال ما نقدر بدونك. شيك انت شكلك حبيت مرة كول. لا والله فاجأتني يعني، شكلك معجبة في جمال الأوروبي. ايوه في عيونك الزرق وشعرك الأشقر. طفت الكم من سدبتك يضاع من كبر الكذبة. يقول مثل يقول مثل دربين اندر لمباله ودربين ما در لمباله. رايت كل شي تقوله صدق، حتى لو مو صدق صدق ترى. غني مو العراقي فيه. شوف بيني وبينك انا ما اقدر اغني مو العراقي، لان انا شخصيا حول البتسية يعني بوقت يمكن ابتسي. ده انت رجال يا ايش ده. لا ما يصير كذا، احنا ما اتفقنا يا سعود صراحة. حتى كلنا كذا ما اتفقنا، لكن انا ضفتك عندي وشرت فيك يا استاذة الشومند صابرين. شكرا يا سعود، تسلم والله. ان شاء الله لنا اللقاء باذن الله. شكرا لك، باي. ثانك يو، باي، مع السلامة. جو يعني ستمعي نعزل هاي ديرتنا. انا الحين السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تبغى تلعب جولة؟ ايوه. من وين الأخت؟ من المغرب. معك سعود من السعودية، كيفك؟ الحمد لله بخير. مدرب كرة قدم ولاعب كرة سلة سابق. ما شاء الله. إذا كنا نلعب ما شاء الله وكذا ما في مشكلة. عادي بنلعب. من وين من المغرب؟ من مراكش؟ لا من كازابلانكا. مبروك عليك، دخلتي مع الملك الفن. دخلتي مع الملك الفن ما فهمتش. انا ملك الفن. عارفين صوتك؟ صوته حلو ومعروف. هذا مين اللي يتكلم؟ زوجي. الله يعرفك. الله يتفرج فيك. الله من سوريا هو. انا من السعوديه ما شاء الله. ما شاء الله عليك. غني يلا، كل يقول لي غني. مش انا اللي صوتي حلو، اخوي. والله احسن ابغى يغني معك. ما قالك مش هو. مش اخوي. انت اخوي. اخوي سعود. لا انت الاسطوره سعود. ايوه يكتبوا لي الاسطوره سعود، خليه يغني ما مرتاح قلبي. غني لهم يا اخي، غني لهم مقلب. شو اني بالنسبه لي مسامحه. صوته حلو. حتى لو وصلتني من حجايا كلش جارحة. ما شاء الله. أنا مسامي على جروحي عن حسرتي وذاك نوحي، بس بالأول قنع روح اللي جراح البارحة. أنا بالنسبة لي مسام. كلكم اللي جيتوا سووا متابعة، كلكم اللي جيتوا منورين سووا متابعة عشان تتفرجوا فيها مرة ثانية. كل اللي نورتونا منورين. لازم نطلع. الدبل. شكرا كل اللي دعموا. الدبل ما شاء الله عليك.
ما شاء الله عليك. بيقولوا لي غني ما مرتاح قلبي، قالوها اكثر من مره. ما يا اخي انا ما ودي اغني اغاني طبقات عاليه عشان القولون ما يرتفع عندي، لان القولون عندي في مشكله. او معشوقتي، معشوقتي معشوقتي تجيب لي القولون بدون ما اغني. اصدقائي الدبل الحكم الاول تاكلين بيض بالفستق. ها؟ الحكم الاول تاكلين بيض بالفستق. انزين الحكم الثاني؟ الحكم الثاني تشترين فريق النصر تحطينه باسمي. اوكي الحكم الثالث؟ الحكم الثالث تخلين زوجك يطلع. لا مستحيل. غارين عليه شكلك. ارحب يا سيد اصدقائي. ما عم تكبسوا، ما عم تكبسوا، شوفوا انا 66. اوه شوفي ما شاء الله. ارحب يا سيد ارحب يا حبيب اخوك. ما قصرت يا بعدي. خليه يغني، ما ابغى يغني. انا اقول من الصبح غني. قالك روح للغرفة السحرية. اي غرفة سحرية هاي؟ وعلي شلون شبه المجنون مفارق الإنسان يسوى للكون محتاجك حيل عايش بالويل لو جاني الليل يبكيني عيون سمحني ازعجك يمكن حالي كلش ما يطمين لو جاب النجمه بيده ماري ما حد غيرك يا جبني. ما شاء الله قولوا ما شاء الله قولوا تضربوا لي الحناجر السحريه. قال لك غني لهم ياما ياما. شو يعني ياما ياما؟ ياما ياما ما تعرفني. يلا سير. لا يانا يانا. طيب خلاص الحكم الاول تاكلين طبق بيض بالليمون. الحكم الثاني يمكن حدا يجي يحفل ما تعرف شو الموضوع يصير. ممكن ليش لا؟ ممكن ليش لا؟ ممكن. اصدقائي اللي فات يسوي متابعه عشان اغني لكم. انا عندي ترى انا بعد صوتي حلو. جماعه من خابر اللي فتك مروان شكرا. من خابر اللي فتك هدرز مشبوك عليه توين تويربو. قولوا لي روح الغرفه السحريه بس. عليه بالون تمسط عرض تسمع يكلمني في الخاص. انت صوتك حلو يقولون. يعني شوي على قدي. يما يما قالك غني لهم يما يما. يما بفراق نعمت عيني يا عيني يا عيني فيك. ما شاء الله. شوفي الحكم قد كمل كمل. احنا ما بغيناش ننزلوا نكملوا معك نسمع اغاني. لا لا خلاص انا لازم الان اطلع ضروري. اسمعي اقول الحكم الاول. يا يما يا يما يا يما يا يغني علشان امه ماتت الله يرحمها. يما بفراق نعمت عيني 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 شقصر لا ما حاضلي زعلي من دون اسباب اللحظات إلى علي وقوة تكون يما يا يما يا يما يا يما يا يما. انت جاي عشان تبكيني ولا عشان تلعب؟ جاي عشان العب. مبين واضح. شكرا على تواجدك سعود. انا سويت لك متابعه عشان نلعب مع بعد مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله انا سويت لك متابعه. حياك الله. حياك الله. باي باي. شكرا لك. شكرا كل الداعمين والله ما قصرتوا. خبيل ستيشن بخليه يقول امزح. لحالك تعذبني مو عادتك تسكت لو قلت لنا أحبك بالعادة تسبقني تحلف لي بربك
بالعادة تسبقني تحلف لي بربك تحلف 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 لي بربك وين الدفى بهنساك وين الوفا يا ناس وش غيرك وش فيك وين شعورك ذاك وش غيرك وش فيك وين شعورك ذاك وين 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 شعورك ذاك يا ليت بد ما جيت لا شافتك عيني وش غيرك وش فيك وين شعورك ذاك وش غيارك وش فيك وين شعورك ذاك وين 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 شعورك ذاك يا الضيم مليون يا نديت نفسي وش يا حبيبنا عندك يا اخوي ارفع صوتك مرحبا يا صديقي مرحبا صديقي كيف حالك انت معلق نشر في جراكب ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي بالعربية الله ما شاء الله ما شاء الله مين تبعكم من البنوتة انا لا اعلم لقد وجدتها هنا تاكل انها ثولاء يا قتل انا من لبنان إنها ثولاء ثولاء وما معنى ثولاء؟ يعني دلخاء يعني دلخة لا يا صديقي عندما رأيتها لأول مرة لقد قلت عليها إنها ليست مجرد تمساح عادي إنها تمساحة بلوبونك أنثى بالغة كان يبحث عنها الذكر البالغ وإلى حد الساعة لم يجدها لقيتها إنك ليس دبا عاديا وإنك لست قردا عاديا من وين يا تالا؟ أنا ها؟ أنا من وين؟ أيوة من غابة الأمازون وش هذا غابة الأمازون؟ عرفني يا صديقي شو اسمه؟ الأمازون شو اسمه عاد عاد شو اسمه؟ الأمازون 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 غابة أنا من وين؟ أنا من السعودية ساكن في بغداد. نعرفك بأهل السعودية. شو اسمك؟ سعود. سعود هو مكتوب اسمه سعود. اسمع سعود أنت مو تغني. أنا غني. سعود بتغني. نيت نيت غني. كل لا شفت شفت. اليوم بس يشتكي. طيب. اي غني غني عنده صوته حلو في الغناء سمعت جد صوتك حلو ازعل واقول انساك من بالي اشيله لو زلفي صار اليوم بس يشتكي له تعب سهر قهر كل عمره مو هذا طبعي كان بس قلبي هو طيب يا تالا بدران من السعودية من لبنان أنا حاب أقول لك كلمتين I love you بالعربي و I love you بالإنجليزي هذه الكلمتين مكونة من خمس كلمات أنا بقرأ عليها شرح لي وأنا حاب أقول لكم I'm busy I'm busy I'm busy مرة ف I like it I like it I like it أقسم بالله فهمت ولا شيء من اللي قلته هلا busy قال لك هو مشغول busy I like it عادي يعني. أعجبني I like it يعني أعجبه لا لا أدري ماذا أعجبه طب يلا فوتو رابع يلا فوتو أحضر الرابع ماذا هو تعرف يا نورس الجر كرافيك اللي جيت قلت لي هذه اسمي صديق صديق هذه البنت اللي معانا تحبني بس أنا مش راضي أكلمها عادي يعني عادي أنت أجمل منها صح عند حقك ما هم قومين يخرب بيتهم
شكرا لك على المجال. انت عارف ان هذه طولها 190 اطول من كلينا مبابي. 190 هلا يا سيدي. انا ايه طولي 190 تعرف ان انا في من في شخص عم يقول لي الصديق قل حق سعود يغني دمار. يلا لعب جوله ولما فوز عليه خليه يغني دمار. شو يا دمار؟ جيبولنا رابع. ليش حواجبك كذا يا تالا؟ شبون حواجبه؟ ها؟ شبون حواجبه؟ ما ادري شو وضعه. حواجبك شكلهم كثروا من اغنية مسيطرة. ابدا ما نكون مهضومين. انتوا اكيد انتم عندكم مرايه بتطلعوا فيها بتنكسر من مناظركم. انتوا اثنين انت ظبط شعراتك. انت اتليست انا طالع قدام العالم على قليله مشيت شعراتك. وانت يعني بشو مبسوط وملزق وجهك بالكاميرا مفكر حالك حلو يعني. هذا شعري. هذا شعر كيرلي. كيرلي ايه كيرلي. حتى شوف طالع لي دقن. ها ايه دقن. ايه مبروك عليك صرت رجال. حامي على روحك درك. الو ايه ماشط بالعربي صح عاد. الو الو ايوه تمام تمام ان شاء الله كلمك بعد صلاة الفجر ان شاء الله. وهذه أيوة. الحركة عندما يريد الشاب أن يظهر للبنت أنه يمتلك آيفون 15 إنها عملية صيد جيدة يا سعود. إنه صياد ماهر. الله يرزقك حبيبة. شفت تقولي حبيبي. قلت لك أنا تحبني بس أنا ما بيها. حركة ماهرة من سعود يحاول اصطياد سمكة التونة الحنيطة. سمكة تبلغ أكثر من 1.90 متر سريعة جدا. لكن سعود يمتلك الثقنية الذكية. إنه طيب. يستعمل الطحما خطيرا. طيب فعلا فعلا اللي تسولف نص شرف الكنال هذه. إيه صح هي. شو بدي خبرك يعني كتير مقاطع صوتية انتشرت لإلي. يعني ما عندهم بل نص نورف السشر. إيه أنت بتعرف مقدمة سمكة تونة يقول ليصحو الصيادون على خيبات الأمل بل على فرص جديدة. موسم جديد من اصطياد سمكات التونة العنيطة على الناشر جرافيك أبو ظبي بالعربية. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا صديقي من نوصر فرجر كفك. هذه القناة ديك الصفرة نوصر فرجر كفك. أنت من نوصر جرافيك نوصر فرجر كفك. ما شاء الله أنت يعني مترجم حق الحيوانات. الحيوانات لا تتغلط. شو اللي الحيوانات ما بتتكلم يا صديقي عشان اترجم. لا لا يعني احداث الحيوانات اللي بنشنال جرافيك. وثائقيات. وثائقيات هذا انت. هو نعم صديق. ما شاء الله والله ونعم. الله ينعم عليك. لا تحدث الكوارث بالصدفة. إنما هنالك مجموعة من الأحداث المتتالية التي تسبق الحدث. فلنشرع في كشف الأدلة ونبدأ العد التنازلي للحظات قبل الكارثة. هاي هادي. عندي أنا بسوي زيك. يلا سوي زيك. عقربك هادي. رأي سوي يلا. يا عربية تتمشى تمشى خوط. هذه صوت البنت اللي بنشر جرافيك يا إخوان. يا أخوي إيه صح صح. من القارب المبحر الى جناب الى جنوب البحر الاطلسي. الله على الداء. الله الله يا سعود. الله صياد الماهر وجق فريس لقد القى سنارته الى البحر واصطادتها العذران وانها معفنه ريحه السمك ولقد حطها في السطل وسكر عليها وحطها في الثلاجه. صوتك المعفن اسكت اسكت بس اسكت. تفضل تفضل صديقي صديقنا الجديد تفضل. ابيك تعرف توصف شخص مثلا. ابيك يعني كيف اوصف شخص؟
بمدح، تقول هذا الكلام بمدح، فهمت؟ وصف شخص مدح. أنا ما بعرف أمدح، يعني أذم فقط. ما شاء الله عليك. حلو حلو. قبضت. استنى سعود يا صح صديقي يا سعود، انت بدك تكون في ناشيونال جيوغرافيك، يلا عمل حالك انت بتحكي بس ما بتحكي، انا بحكي كانك تحكي انجليزي وانا احكي بالعربي. يلا تمام اوكي فهمت، يعني تمثل انك تحكي. يلا 3-2-1. لقد كنت متجها في رحلة من السعودية إلى فرنسا، كنت أريد أن أزور باريس. لقد ركبت الطائرة وكنت سعيدا جدا لأنها أول سفرية بالنسبة إلي لوحدي بعيدا عن أهلي. كنت أركب في الجانب الأمامي للطائرة، لكن بعد مدة قصيرة من انطلاقها حدثت الكارثة ورأيت المحرك الأمامي يشتعل. خفت كثيرا وقلت في نفسي يا إلهي إنها النهاية، سننتقل إلى رحمة الله. لكننا بأعجوبة تم إنقاذنا، والآن لازلت في السعودية ولم أخرج منها قطا. وتبا للطائرة وتبا للسائق الطائرة وتبا لكم جميعا، شكرا. سعودي سولف، أنت المترجم أنا اللي أشرح. الله الله، حبيت الجروب الجديد من شغل جرافيك. أنا ماشي، أنا مشاهد. ما شاء الله أنت أشوف. رأيك بالمسلسل؟ راح تدعمين نتالا؟ راح بعد واحد، يلا بعد مادة. يلا عارف تسولف إنجليزي يا أخوي؟ صديق اسمه. صديق تعرف تسولف إنجليزي؟ إنجليزي يعني كيف؟ يعني تقول بالإنجليزي فهمت؟ لا العربية فقط، العربية. أوكي يلا أوكي. أنا أتكلم بالإنجليزي. شو بدك تاه؟ خلاص سعودي يسولف إنجليزي. بدي قصة حب وخيانة. كله كذب وخيانة. قصة حب في ناشيونال جيوغرافيك، حب تاع فرس النار. مع أنثى فرس. يلا بلش. يلا. 1-2-3. لأول مرة على قناة ناشيونال جيوغرافيك حصرياً، هذه فرصة نهر أنثى بالغة تريد أن تحدثنا. أنت قلت لي قصة فرس النهر. لا أنا مصدومة، بس هو اللي عم يعمل هيك. يعني فرس النهر هذا. هاي شو؟ سعود أنت سولف، لا تشرح، سولف أنت لازم تسولف. هاي شو؟ إيه صح، يعني فرس النهر شلون تسولف؟ أكيد بيسوي كذي. ما هو مش فرس النهر، هو عم يحكي عن فرس النهر، فما مفروض يقلده. لا استني طالع، انت بدك شو قصة حب على شو؟ يعني سعود بيحكي وانا بحكي ماما. اوكي يلا حيلا شي، بس سعود احكي منيح يلا. انت سعود. انا كنت في بالي انه طالع اللي تمثل. لا تارا، انت تارا مثلين. اوكي يلا على بقى. 1-2-3. استني طالع. سعود أعطي له الدور. عالم أحياء. عالم أحياء وطالة مومياء فرعونية قديمة واكتشفها سعود. شنو الفيلم اللي ما حد راح يتابع هذا؟ لا فيلم. استنى اسمع وحكم. يلا قول. إذا أنا شو أسوي يعني؟ يلا. أنت الإعلانات. يلا اوكي. لا انا بحكي يعني. 1-2-3. لا مو انت تحكي، انت مومياء محنطه، كيف مومياء تحكي؟ سعود انت ثبتي يلا سعود، انت اكتشف المومياء. سعود هو المحنط. صديقنا سعود تفضل. 3-2-1. في مسيرة هذه التي كانت اطول من 30 سنة خبرة اكتشفت عديدا من الاشياء القديمة، لكن الأمر المحير أنني اكتشفت في مصر تحديدا في الهرم الرابع طالع الملقبة بالمومياء المحنطة. هذه المومياء الغريبة الشكل جدا، عندما فتحت القبو لأول مرة تفاجأت من أسنانها الضخمة، كانت تمتلك فكا قاتلا، لم تكن تشبه الأنثى تماما، لكنني عندما حللتها عرفت أنها أنثى.
لم أدري كيف كانت تعيش في ذلك الزمن، واكتشفت أيضا أنها كانت ساحرة شمطاء. كانت تسحر الناس وترى بعين واحدة وتمتلك مخالبا ضخمة. إنه اكتشاف لا يمكن لأي عالم أن يكتشفه، وأنا فخور بذلك. أول مرة عندما رأيتها وخبرتني وكأنها زومبي، قالت إنني أريد أن أتزوجك. نعم، أرادت أن تتزوج مني لكنني هربت، وانتهت القصة هناك. كان أمرا مرعبا. شكرا لكم. سعود عنده لاج للحين ويوصل الكلام خلاص. الله الله، منو مستعد يتابع هذا الوثائقي؟ الله. أنا أتابع أنا وسعود وتعالى فقط. نشرة الأخبار التاسعة تقول قبضوا على أستاذتنا بنت بجران، عاملة روحها محامية وهي ما عنده ما عند جدتي. وين وين المحاماة؟ أول مرة أشوف محامي في حياتي مكسب قضية كلها خسران فيها. لا إله إلا الله. ميزة المحامي تخسر القضية معك على طول. ترى أنت محامية؟ إيه. وأنت مصبح واحد نقول هذا مومياء ضد دخلنا للحبس. أول ما أشوف محامي إذا الظهر يروح يدور له وظيفة. إيش للمحامي؟ آسف آسف طالق أنا عم أمزح. أول مرة بشوف قرنفظ عم يحكي. تروح من الدبان انت تضحك بعد ما في شيء يضحك. يلا يا والله قويه سعود. شايره اللايف كبسه وشايره. سعود انا حكيت لك بناشونال جيوغرافيك وعملت لك وثائقي. يلا سمعنا اغنيه دمار. لا 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 اجيد الغناء. اي محمد ارجوك كبسة. ارجوك بليز لا اجيد الغناء. لا انت تجيد الغناء، انا شفت فيديوهاتك انا بعرفك شفت. لا اجيد الغناء الله غني لنا. طيب حسن انت ايش موهبتك؟ عندك قيتار؟ دق لنا قيتار حسوك. انا عندي قيتار انا اعزفه بس لازم تغني. طيب يلا غني انت وبعدين هو وبعدين طالت عملنا مشهد تاع التمثيل المحكمه. دق كم دقه بس متاكد ابو مازن تبي تغني عربي ولا انجليزي؟ سعود انجليزي انجليزي انجليزي. إلى هنا تنتهي سهرتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم سهرة ممتعة مع باقي برامجنا. إلى اللقاء. آه يا لندن على علامة وكيف حالها. آه يا لندن على ما سعود سعود في كثر أني هاي لغنيلي رأيلي هلأ تران شعلومة ريلي 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 شنو شعلومة هذا الحلو من يوما مدري شلون سنونة مدري كيف عيونة يا البرتقالة عملك ولودي يا رب صديق. سعود طلع صوته مو حلو، شلون تقول حلو؟ شا ما فهمت ليش عم يخبروني انه صوته حلو، يعني صوته زبالة. هو كان يعمل من قبل اتوقع يستهبلون يا ايه 100%. لانه هو كان يركب صوت فوق صوته. عرفني وراح وعاش مرتاح ونبلي مكسور الجناح شقد وعدني شقد حكى عافني بلحظة ومشى بعد ما ضل عمر عافني وراح. اي والله يا جروحي الدواء شيبون اكبر السوا. اي والله اي والله دمار دنيا من دونك حبيبي دمار. فرق الثريا والثرى اقسم بالله. عال 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 فيديو اخر جوله هذه اخر جوله بيني وبين الاستاذ نفروس اخر اخر جوله يا جماعه كبس كبس شنو التكبيس جاي فوزونا هالجوله يلا ما تفشلونا محمد ثانك يو. يا رب انا من من الرابع الرابع الخامسة. والله الله على دمك ادفع فلوس على دمك يا سعود. تسلم تسلم تسلم. حسن وين البنوت الصغيرة اللي كانت بتضل تطلع معك؟ قبل شوي كانت موجودة تورا. تعرف انه انا انتوا الفيديوز الوحيدين اللي بتابعهم انا لما يطلعوا قدامي قد ما مهضومة ما شاء الله ما سكور تاعي والفرشة عندهم. لو ملحق علي قبل نص ساعة كان موجودة. ارحب الامارات ارحب الامارات ارحب ارحب لما سعود موهبته يتفاعل معك الله يسعدك. لا
لما كبيت العصير بالفيديو وقت كبيت العصير وحيات الله حضرته شي 5 مرات يا الله يا ريتني في بس عن جد شي مرة بس تكون موجودة سوي لي انفايت تم حاضر بس بعد ما بتحكي على اللايف هلا فهد لا تحكي الحين عادي خلاص تعودت هي عطينا لها بروفات يما يا ربع الجولة لا تروح بليز هاي فهد ابو مواد يا حبيبي ابو مواد سعود انت في الكويت لا لا ماني في الكويت بجي الكويت ان شاء الله قريب متى ادري دائما اجي الكويت انا يمكن رحت 50 مرة للكويت كذاب تعالوا كستاتك كلهم علي يا حسن من الكويت ها حسن من الكويت لا كستاتنا غير يا سعود يا خور وكذا ما ابغى تكتب لا لا مو جاخور كاشت بنص البر اخر ثواني الجولة اشياء جديدة عند انت مالك انت تعالوا خلاص مثل يعني جولة يعني تعرف ال 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 القعدة كشخة بنص البر قعدة كشخة ما في يعني مقناص يعني في مقناص شنو بالليل مقناص طير بالنهار لا لا بالنهار هذا كلام ثاني بس ما ينفع الحين حر بالنهار ديتني والله قناص بنص شهر 11 اخر شهر 11 ها ايه قاعد كشفه بس كشته كشخه يلا ها حبيبي سعود وحسن وتار يلا ضفتك عندي نار فور سيلف فيتك حبيبي انا تضفتك سعود يا احلى احلى اضافه يلا باي باي شرفتوني باي باي الله يسلمك ان شاء الله سلام الفاستر جي قال ايش قال كشخه كشته تعال تعال سمعتك تطلع فيني وتطلع تعال كشخه يا اخي انت متعود على كشته ما فيها شيء انا جايب لك كشته كشخه انت جرب ايش خصفا اقول اطلع اطلع بس اطلع اطلع الله يستر ايش قال لك اطلع ما كشخه كشخه يلا دزمها يلا انتم سموا لي لابسه يلا فرقك فيه ذبحها دل بس لك ايش عندك انت تتوطين بالحاره نعم أخوي أنت ما عندك مستقبل ما عندك حياة أنت شو بيك شو مشكلتك عبك أنا حسن شغله بيكون عم يضحك ومبسوط بس يصير قدامي بيقلب بوز شو بيك عندك بتصير المسج أحبك مدري إيش تكفى في كل حظة وحيات الله ولا بأحلامك أصلا ما عندي يكب ولا محال هلا مرسلت لي مسج في السناب أحبك فرجي اذا مضبوط هالحكي فرجيهم راحت سناب انت حادفه والله بحب حيه وما بحبك ما قصرتي انا حيه بتحبيني يعني يلا لا منك حيه انت قرنفز باي 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 كنك لا خلاص انا بسكر لايف باي يلا جوله مش عشانك والله عشان الجمهور ايه اوكي عشان الجمهور هو اصلا البث وياك عشان الجمهور صدقني الساعه 2 ورانا حياة ورانا نوم حياته شنو؟ يروح البر يلعب بولينج يصير كوفي هذه حياة ما بتشتغل انت ما عندك دوام ودي يكون عندي دوام بس ما عندي ليش؟ بس ما ادري كذا ودي يكون تستقين ترى ترى اخوان انا تجيني لحظات في يومي يعني مثلا ساعة ساعتين كذا يعني أكون أكره كل شيء تخيلي تالا ليش؟ ما أدري أكره كل شيء مالي خلق أحس إني تعبان أحس إني مهموم أحس إني مضايق أحس فيني بعيد الشر عن قلبك ها؟ بعيد الشر عن قلبك إي والله بعيد الشر هذا الصدق والله بس ما أدري إيش فيني حتى شوفي طلع فان وجهي داخل حال كلم دكتور نفسي قال أنت فيك حالة اكتئاب ليك ممكن والله يعني اللايف والبثوث بس تكون عم تضحك ما يعني انت مبسوط بس انت بحاجة لتقضي شوية وقت مع نفسك وتهتم بصحتك وتعمل قصص بتفرحك جرب اعمل رياضة كل بطريقة كل فيتامينز بروتين يعني لحمة دجاج هالقصص هالقصص بتساعد ريح نفسيتك يعني انا بس كون متضايقة بروح بركض مثلا بطلت اكل اكل دسم صرت اكل اكل خفيف بتغير النفسية هي شوي شوي والله يقول في ناس يقول لازم تتزوج والله فكرت في الزواج ان شاء الله زواجي باذن الله في الصيفيه القادمه
ايه ولا على فكرة يا سعود خلص لازم تتجوز انت، انه بس بالنسبة لشخص بعمرك وما شاء الله عليك يعني انسان معروف ومحترم، خلص صار وقت زواج. خلاص بتزوج انا ان شاء الله. ان شاء الله. تحضرين زواجي؟ ايه فيني اتعرف عليها؟ لا شوفي تعالي شوفي فارسي وكذا. ليش ما فيني اتعرف عليها؟ ما انا ما حكون معزومة بالعرس؟ باللي تعالي تعرفي عليها في الصالة وكذا. اوكي بدي اخبرك كم شغله خربت بيوت. بدي احكي لك كلمتين على جنب بس قبل. يمكن واحد منكم ترى معطيني عيني اقول ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. ذكر والله ترى والله ذكر الله زين يا اخوان. صح تالا؟ صح. ايه وانتبه انت على فكره انه يعني بعيد الشر عن قلبك بس ممكن يكون عليك عين ورا صوتك. ايه هو كذا ممكن يكون. طب عمول الرصاصة. رصاصة ايش؟ يعني بتكسر العين هاي. حرام. لا منه حرام بالعكس، شو خص حرام؟ ده اللي يحطونه فوق رصاص. حرام هذا. مين قال؟ والله انا ما كنت بعرف. والله حرام. ليه حرام؟ انا ما اظن يعني شو اسمه يدعم ال طب خلي ستك او امك او بيك يرقوك. انا انا ماما بس تجي هلا جايه هالاسبوع على دبي معي بتجيب لي قنينه مي مرئيه من تيتا بشربها كل يوم. خلي حدا يرقيك يعني يقرا عليك. اها كثير بتريحك. انا قبل ما اسافر كنت كثير تعبانه نفسيتي والله. ترى هذه اللي الرصاصة تسمينها ترى هذا من عوامل السحر. أنا ما كنت أنا ما بعرف يعني أنا ولا مرة عملتها بس أنا عم أقول لك أنا بعرف فيها بس سامع فيها بس عم أقول لك خلي حدا يرقيك الرقوة بتريح. أنا قبل ما أجي على دبي كنت كتير بحالة نفسية سيئة يعني فأجي تيتا لعندي ورقتني قبل ما سافر وعن جد ارتحت من وقتها والله. ما شاء الله دوم دوم إن شاء الله. اقرا قران صح. كيف فكرت اني اعتزل؟ انا كمان تعرف عاد انت ما عندك سالفه. انا ما فيك تعتزل. والله يمكن اعتزل اذا تزوجت. ايه اذا تجوزت اكيد. تخيل عاد بعد تفوت ويا البنات تتغزل وياهم وانت مجوز. لا عادي ما له دخل بس يمكن اعتزل. لا انه اذا تزوجت وبدك تضلك تفتح بثوث بتبطل تدخل ويا بنات. انا بحكيها لمرتك. انا بحكيها كم كلمه. يلا توكل على الله. ما عندك مستوى. بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.